السلام عليكم. بالتوازي مع المعركة السياسية والعسكرية والاقتصادية، ثمة معركة فكرية مهمة يخوضها المؤمنون باليمن ذاتا وهوية وقيمة عليا جامعة. معركة الخطاب الوطني الجمهوري المقاوم لأشكال الخطابات الانقسامية الما قبل وطنية، التي حاولت منذ الانقلاب والاجتياح فرز اليمن طائفيا ومناطقيا وفشلت في ظل غياب الخطاب المقابل لها، حينما كانت الكلمة العليا لخطاب الدولة والشرعية والجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية مقابل الانقلاب والعصابات التي انقلبت على العملية السياسية وحولت مؤسسات الدولة إلى رهينة، واليمن إلى تابع دليل محكوم بالسلطة المشرف المسلح. أوراق الثورة المضادة في اليمن، الانقلاب والطائفية، يبدو أنها تترنح أكثر من أي وقت مضى كخطاب ورؤية في ظل خطاب وطني يصحح أخطاء الهوية يتنامى كل يوم، كذلك الخطاب الديني الذي برز مجددا في مواجهة الخطاب الجمهوري وعودة مضامين خطاب الإمامة بوصف المخالفين بالكفار من بينها حملة أشداء على الكفار. وبحسب المتابعين، فإن إفراغ جمهورية الشعب من مضامينها والولاء لصرمية الزعيم والسيد، التوظيف العاطفي للحرب واستدعاء المفاعيل التقليدية الاجتماعية والسلالية منها النكف والمسيرة القرآنية بضاعة الانقلاب الفاسدة في سوق السياسة. اندماج الجغرافيا اليمنية تحت إطار موحد، شهداء مأرب في بيحان وشهداء الضالع في تعز وشهداء من كل أرجاء اليمن في مأرب ونهب، كانت رسالة الوطنية اليمنية التي التأمت مجددا نحو استعادة الدولة. مشاهدينا الكرام، حول الخطاب الوطني للدولة المقاوم للخطاب الميليشيا الانقسامي ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. ويثبتنا في هذا المسير ان احنا نسطر اعظم المواقف ونشفي صدور المؤمنين، نشفي صدور سيدي عبد الملك. يا الله يا رب العالمين. مفردات كهذه يتم من خلالها غسل عقول المراهقين والفقراء تحت لافتات جهادية طائفية وشحن صدورهم وسلاحهم بالغضب الأسود والبارود في معركة عمياء حصدت آلاف الأرواح. يغلب التوجه الطائفي على الخطاب التعبوي للانقلابيين، وهذا ما يسمعه اليمنيون دائما في خطابات زعيم الحوثيين أو القيادات العسكرية للانقلاب. النفس الطائفي الذي يهيمن على خطاب الانقلابيين يترك آثاره البليغة في مجتمع عاش بمعزل عن هذه الصراعات إلى ما قبل ظهورها من كهف مران. هذه الصرخات المغذية للأفكار الطائفية تحاول حرف بوصلة الصراع من كونه سياسيا بين قوى انقلبت على السلطة وحكومة شرعية إلى صراع طائفي تاريخي لا يمكن أن ينتهي بانتهاء مسببات الحرب. لكن طرف الحكومة الشرعية فوت هذه الفرصة على الحوثيين وعرف الحرب منذ اليوم الأول بأنها حرب استعادة دولة من قوى انقلبت عليها. مبادئ الجمهورية وقيم الدولة المدنية هي أبرز الملامح في خطاب الجيش الوطني والقيادة السياسية بشكل عام، حيث يبدو الوطن هو القيمة الأعلى والأغلى في معركة استعادة الدولة. استمرار الخطاب الوطني لرموز الدولة هو ما يحافظ إلى حد كبير على النسيج الاجتماعي للبلد من مخاطر الانقسام الذي تولده الاصطفافات الطائفية، مع أن ما تعرض له النسيج الاجتماعي خلال العامين الماضيين لم يتعرض له اليمنيون إلا في عهد الأئمة قبل أكثر من نصف قرن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في هذه الحلقة أناقشها مع ضيفي عبر سكايب الأستاذ نجيب اليافعي الصحفي من الدوحة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك معنا أستاذ نجيب. لو بدأنا بالحديث معك بشكل عام عن المقاومة الفكرية من خلال الخطاب الوطني والرؤية، ما أهميته برأيك؟ هو لا شك أنه في فترة الصراعات تبرز الخطابات المناطقية والخطابات الجغرافية والخطابات المتشظية التي تشير إلى انقسام في الهوية وفي الذاتية، وهذا ما شاهدناه خلال المرحلة الماضية. وبالتالي هو وضع طبيعي أن ينشأ مثل هذا الخطاب لوجود جروح عميقة اختلقتها عصابات مناطقية وطائفية وجغرافية. هذا الخطاب هو نتيجة لوجود هذه الجروح التي نشأت منذ الانقلاب على الثورة الديمقراطية السلمية التي كانت في 2011. لقد شاهدنا الخطاب الوطني كيف
اتسم بالتجمع في كل مكان نحو الهوية اليمنية الأساسية والوطنية والذاتية الأصيلة التي عرفها الشعب اليمني وتوحدت في معظم أرجاء الجمهورية منذ ثورة 2011، عندما استعاد اليمنيون كل ثقافتهم القديمة والعميقة الأصيلة داخل المجتمع والمتعلقة بالعودة نحو بناء الهوية الوطنية القائمة على التجمع وفق المشتركات الأصيلة في مختلف مكونات المجتمع اليمني. ورأينا كيف أصبح اليمنيون في كل مكان يستخدمون نفس الوسائل ونفس الأدوات ونفس الخطاب التجميعي، الخطاب الجامع لكل اليمني من حضرموت والمهرة إلى صعدة إلى مختلف مناطق الجمهورية. ولكن حينما حصل التعدي على المجتمع اليمني بالسلاح وبالقوة وحصلت الإهانات العميقة التي تعرض لها كل فئات المجتمع اليمني ابتداء من الطلاب وانتهاء بالشيوخ والقبائل ورجال الدين وكل فئات المجتمع وخصوصا المرأة، حينما حصل هذا الوضع الغير طبيعي والغير يعني والغير سليم وجدنا مثل هذا الخطاب الذي ينطلق للدفاع عن الذات والدفاع عن الهوية، وهو خطاب سيزول بزوال المؤثر الذي تعدى عليه والمتمثل بعصابات الحوثي. أستاذ نجيب، يعني هل يمكن لنا القول أن الخطاب الانقسامي الطائفي فشل في اليمن بوجود هذا الخطاب يعني العقلاني الذي لم يتفاعل معه؟ لا، هو في الحقيقة خلال السنة الماضية بدأ يتوسع بشكل تدريجي وبشكل مخيف، يعني بسبب استخدام عصابات الحوثي وكذلك عصابات الهاشميين بين قوسين لاستخدامهم لأدوات ومصطلحات طائفية مناطقية، عندما يوصف الشعب اليمني بأنه تكفيري وبأنه داعشي وبأنه وهابي وبأنه كافر، يعني استخدمت جماعة الحوثي وبالذات الهاشميين المصطلحات التاريخية التي كانوا يستخدمونها حينما كانوا يستولون على السلطة في شمال الشمال. وهو أن معظم اليمنيين، نتكلم عن القسم الأسفل من اليمن والمتعلق بالمحافظات الأكثر شعبية والأكثر سكان، وهي محافظات إب وتعز والحديدة وباقي محافظات الجنوب، كانوا يصفون بأنهم كفار تأويل. وهذا ما نشاهده اليوم بخطاب جماعة الحوثي البغيض والمقيط والطائفي والمناطقي، حينما يوصم اليمنيون بأنهم كفار وبأنهم دواعش. نعم، عند هذه النقطة أستاذ نجيب، يعني باستخدامه أو اتهامه لليمنيين بالدواعش وبالكفار في لحظة الانقلاب والاجتياح، هل كان يسعى لخلق انقسام ما قبل وطني من خلال ذلك الخطاب؟ بالتأكيد، ونحن الآن نشاهد كيف يحاولون استفزاز المجتمع بشكل مقرف وبشكل بغيض حينما يعينون يعني يحيى الحوثي زعيم شقيق جماعة الحوثي المتمردة، عندما يضعونه في مكان وزير التربية والتعليم، هذا المكان العظيم والشريف الذي وحد اليمنيين يعني لأكثر من 50 سنة. لقد كان أول وزير تربية وتعليم، أول وزير معارف في شمال الشمال كان القاضي محمد الزبيري رحمه الله أبو الأحرار، وكان الدكتور محمد عبد القادر بافقي العالم والمؤرخ والفقيه والحجة في التاريخ والأثر وفي التاريخ اليمني القديم. الدكتور محمد عبد القادر بافقي هذا الرجل العظيم كان أول وزير تربية وتعليم في المحافظات الجنوبية بعد خروج الاستعمار البريطاني عام 1967. الآن يريدون تعميق هذا. إذن اسمح لي أستاذ نجيب، يعني أن ينضم معنا عبر الهاتف محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي من مأرب. مساء الخير أستاذ محسن. مساء النور يا أستاذة، أهلا مستقيم الله. أهلا بك، أهلا بك سيادة اللواء. الخطاب الوطني سيادة اللواء للجيش وعقيدته الجمهورية التي استطاعت مقاومة الخطاب الانقسامي الذي يحمل يعني أو الذي فرز اليمنيين إلى كيانات وإلى شعب واتهمهم بكثير من التهم، كيف يمكن الحديث عن هذا الخطاب؟ هذا يعتمد طبعا على مرتكز الحديث الوطني. على ماذا يرتكز أصلا؟ الحديث الوطني يتكلم عن مجتمع متكامل متآخي متعايش في ظل ثورة اسمها ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وأهداف ومبادئ تتحدث عن عدالة اجتماعية، عن مساواة، عن حرية، عن إخاء، عن
إذابة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، عن بناء جيش قوي، عن وحدة وطنية، عن تعايش مع العالم، عن تكامل مع الوطن العربي. هذه مرتكزات الخطاب الوطني، ولأنها في وجدان الشعب اليمني فإنها ما زالت هي منطلقنا للخطاب للحديث عن الحاضر والمستقبل. هذا هو خطابنا، ليس الخطاب الوطني بعاجز عن التعامل مع المتغيرات الأخيرة، لأنه أصلا يستهدف المجتمع ومصالحه. الخطاب الوطني منذ ثورة 26، بل منذ نشوء الحركة الوطنية في الثلاثينات من أيام البريد الأدبي وجمعية النضال وحركة الأحرار اليمنيين وحتى تنظيم الضباط الأحرار وحتى ثورة سبتمبر، لا يتحدث إلا عن الوطن، الأرض والإنسان، متكامل متعايش يتطلع إلى مستقبل أفضل. هذه مرتكزات الخطاب الوطني. لذلك فقد نجحنا في الدولة الشرعية مع كل القوى الوطنية، كل قوى المجتمع المدني، في أن نتعامل مع الانقلاب ومعطياته ومرتكزاته بهذا الخطاب الوطني، وتمكننا من دحضه وفضح أكاذيبه وتعريته أمام المجتمع. نعم، ما زلت معي سيدة اللواء؟ فقدنا الاتصال. إذن شكرا جزيلا لك اللواء محسن خسروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. سنحاول التواصل بك مجددا. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، يعني برأيك، يعني هل كان على التوجيه المعنوي دور في تمثيل الهوية الوطنية خاصة وصياغة الفكر الجمهوري خاصة، يعني بعد الذي حدث من تجريف، من هيمنة أفكار أخرى على الكثير من الشباب كما حدث في بعد سبتمبر؟ وهو بالفعل يعني مثل ما تحدث اللواء محسن خسروف، وهناك مرتكزات وطنية أساسية وعميقة داخل المجتمع اليمني، لا يمكن لجماعة يعني خلال عدة سنوات أن تقوم بتجريف الهوية الوطنية والذاتية. هم يسعون بكل قوتهم لطمس حتى الشعار الوطني، رأينا كيف يمسحون شعار الجمهورية اليمنية ويضعون بدله يعني كلمة الله ومحمد في إساءة كبيرة للدين وللمجتمع وللهوية اليمنية بشكل عنيف. ولذلك نقطة مهمة نتحدث عنها، وهي أنه لماذا قامت ثورة 26 سبتمبر على الكهنوت الديني المتخلف الذي كانت تقوده أسرة بيت حميد الدين وعصابة الهاشميين، الأسر التي كانت في سدة الحكم؟ لأنهم كانوا يستخدمون الدين لهذه الوسيلة. كان الإمام يحيى والإمام أحمد يحق لهم الفتوى، وكانوا يتكلمون باسم الله وباسم الدين، وكانوا يتكلمون حتى باسم الوصايا وباسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رأينا كيف كانت ردة الفعل عنيفة، ورأينا كيف أن معظم من قاموا بثورة 26 سبتمبر، أتكلم هنا بشكل رئيسي، كانوا ينتمون إلى التيار اليساري وإلى التيار القومي، وكان يمثل التيار الإسلامي بشكل عام وبشكل جامع كان أبو الأحرار محمود الزبيري. وهذه ردة الفعل العنيفة كانت نتائج لذلك الخطاب الطائفي والمناطق التي حاولت يعني أسرة بيت حميد الدين تكريسه في المجتمع. نتكلم عن المجتمع في شمال اليمن. الآن جماعة الحوثي هي تقوم بذات الفعل وتقوم بتكريس هذا المفهوم، وكل خطابها المناطقي والديني والجهوي يقوم على هذه الفكرة، وهي فكرة انتزاع الهوية الوطنية والهوية الذاتية والهوية اليمنية واستبدالها بهوية طارئة ووافدة على المجتمع اليمني لا يمكن لهذا المجتمع أن يتقبلها. وبالتالي هناك سنحتاج، وبالذات يعني داخل الجيش اليمني، سنحتاج إلى شغل غير عادي. حصل تدمير وتجريف بشكل عنيف واستفزازي ولا زال يمارس حتى اليوم، وهذا لا يمكن أن ينتهي إلا بانتهاء العصابات وبموضوع الحسم العسكري لإسكات هذا الخطاب الذي يحاول بكل قوته طمس الهوية اليمنية واستبدال، على سبيل المثال، استبدال شعار الحوثي هذا البغيض، الشعار المناطقي والشعار الكهنوتي، واستبداله يعني ومحاولة طمس النشيد الوطني على سبيل المثال، ومحاولة يعني استبدال تحية الجمهورية اليمنية وبالروح بالدم نفديك يا يمن. هذه يتم استبدالها بشخص يعني كما تعودت عليها الأسر الهاشمية، وكما تعود عليها المشروع المذهبي والمناطقي والجهوي لهذه الجماعة التي تحاول فرضه بالقوة على المجتمع. وبالتالي هناك ردة فعل عنيفة، وهذا الخطاب الذي يتصاعد من الطرف الآخر، يعني من الطرف الوطني،
هو انا نتيجه لوجود الام. نعم، ما الهدف استاذ نجيب من تبني مثل هذا الخطاب، يعني بتوجيهات اقليميه من الخارج، يعني حمل افكار يعني ليست جامعه وانما صغيره ومختلفه يعني عن السائد؟ في تصوري ان هذه الافكار الوافده اليوم كلها تصمد اذا كان هناك خطاب ايضا وطني متصاعد وخطاب جامعي. مشكلتنا ان الهويه الصغيره بدات تظهر بشكل عنيف، والهويه المناطقيه والهويه الجغرافيه، لكن الارث العميق للتيار الوطني الواسع والعريض الممتد في الشمال وفي الجنوب وفي كل مناطق الجمهوريه لا شك انه سيصمد، ولا شك انه يتخلق اليوم يعني خصوصا مع جيل 2011، جيل الشباب. هذا الجيل الذي يحاول على الرغم يعني قلة أدواته وقلة تواجده وتأثيره في الساحة الوطنية، لكن صوته مسموع ومرفوع، ونجد له استجابة في مختلف المناطق، خصوصا عندما نتكلم على المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وكذلك حينما نتكلم عن الحاضنات الشعبية، وخصوصا في مأرب التي حافظت على الهوية الوطنية واستطاعت أن تكون الجامعة وأن تلم الشمل وأن تحافظ على هذه النقطة منذ سقوط العاصمة صنعاء وحتى اليوم. لا شك أن مأرب قدمت بالجانب العملي وبالمواقف الإنسانية الخالدة التي لا يمكن أن ينساها الشعب اليمني، هي قدمت الخطاب الجمعي والخطاب القومي وحافظت على الهوية من خلال استقبالها لأكثر من 1,500,000 مواطن يمني هربوا من مختلف المناطق واستغاثوا بهذه المدينة العظيمة. ولا شك أن أيضا وجود الخطاب المطمئن لقيادة السلطة المحلية متمثلة بالأستاذ سلطان العرادة، لا شك أنه حافظ على هذه النقطة، وهي الهوية الوطنية الجامعة التي تقوم على مبدأ الأرض والإنسان، ومبدأ لأنك الأرض يعني للجميع، أعدي لله والوطن للجميع. تحت هذه النظرية لا شك أننا سنواجه يعني تحديات صعبة حتى نصل إلى مرحلة التخلص من هذا الخطاب، لكن علينا أن نعترف أن الخطاب لدى الطرف الآخر هو خطاب عنيف وخطاب مستفز وخطاب يتنافى مع الطبيعة البشرية القائمة على مسألة المساواة، وهذه علينا أن نركز عليها بشكل كبير حتى نخاطب عموم الشعب اليمني، وهي مسألة المساواة التي تحاول هذه العصابة أن تفرضها وأن تقسم المجتمع إلى طبقات وحتى تتخلص من هذه الهوية الوطنية الجامعة. نعم، إذا اسمح لنا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ نجيب. يا مساء النور والعافية. أهلا بك معنا أستاذ نجيب. لو تحدثنا عن الخطاب الوطني المقاوم برأيك، أين نجح وأين أخفق؟ الخطاب الوطني للحكومة الشرعية واضح، هو منطلق من يعني منطلق من أهداف الجمهورية نفسها، وبالتالي هو خطاب جامع يجمع كل اليمنيين بلا استثناء، لم يؤسس لنفسه لا على مناطقية ولا مذهبية ولا عرقية، هو منطلق أساسا من فكرة العدالة والمساواة والأخوة. ونادرا ما نجد بعض الخطابات الشاذة وهي لا تعبر إلا عن أشخاصها، لكن الشرعية أهدافها واضحة وبينة، وهي تنطلق من مشروع وطني جامع لكل اليمنيين بلا استثناء، ومشروعها واضح، هو منطلق من أساس من مخرجات الحوار ومشروع الدستور، ومشروع الدستور تتجسد فيها الهوية اليمنية كما أسست لها الثورة اليمنية وكما أسست لها الجمهورية أيضا. وبالتالي يعني المشروع الذي تحمله الشرعية يعني الخطاب الإعلامي وخطاب الشرعية، مسؤولين ومؤيدين وأطراف شرعية كلهم ينطلقوا من هذا الخطاب، وهو خطاب وطني واضح يستند أساسا على الجذور التاريخية للحضارة اليمنية، ويؤسس ويعمل من أجل دولة معاصرة تحقق شراكة بين اليمنيين من خلال اليمن الاتحادي، يؤسس لدولة مواطنة تجمع كل اليمنيين بلا استثناء. المشكلة لدينا في خطاب الانقلاب، خطاب واضح هو قائم على أساس يعني بالذات الحركة الحوثية تؤسس نفسها على فكرة الولاية، وفكرة الولاية تنفي بشكل كامل وتتناقض جذريا مع مفهوم الجذرية، مع مفهوم الأخوة، مع مفهوم المساواة، مع مفهوم العدالة.
وبالتالي هذا الخطاب هو خطاب تدميري وخطاب هدم. لذلك سنجد يعني مفاعيل. إذن هل تجد أستاذ نجيب يعني أن هذا الخطاب يعني أو تماسكت الهوية اليمنية رغم كل الضربات التي تعرضت لها منذ الانقلاب والاجتياح؟ أنا أعتقد أنه يعني حصل نوع من الخلل، والحركة الحوثية من خلال خطابها هي تدير حرب ذهنيات ضد الوعي الوطني. يعني حرب الذهنيات هي اليوم تتلاعب بعقول كثير من أنصارها وحتى البيئات التي تعمل فيها. يعني هناك حالة من التشويش والتخريب للوعي الوطني من خلال المنطلقات اللي أسست نفسها عليها. هي تدير حرب منطلقة من أساس يعني على أساس نزعة أيديولوجية مؤسسة على أساس مذهبي، وأيضا أعادت يعني تشتغل على أساس إعادة التعبئة المناطقية باتجاه حرب المناطق الأخرى، وهي رفضت أيضا فكرة أن يكون هناك دولة عادلة جامعة لكل اليمنيين، وتحاول أن تؤسس مركزية على أساس طائفي ومناطقي، وهذا يهدد الجمهورية ويهدد حتى يعني إقليم آزال نفسها، لأنه يحولها إلى كتلة مغلقة على نفسها. وبالتالي هي لا تهدد فقط الجغرافيا اليمنية يعني الأخرى خارج إقليم آزال، بل التهديد الفعلي هو لإقليم آزال، لأنها تلغي النزعة الوطنية والخطاب الوطني والذي كان سائد داخل إقليم آزال. الآن شوهت هذه الجغرافيا، شوهت إقليم آزال ودفعتها باتجاهات عصبوية تتناقض مع طبيعتها الجمهورية، وبالتالي الحوثية هي عدو كل اليمنيين بلا استثناء. نعم، يعني هل يمكن يعني أن نتحدث عن مهمة الدولة الشرعية في مكافحة أي خطاب ما قبل وطني يبرز من داخلها؟ كيف يمكن يعني ينبغي أن يتجسد كقول وقرار برأيك؟ يعني هناك خلل يعني نتيجة الصراعات السابقة، لكن بالأخير القدرة على معالجة الخلل داخل أطراف الشرعية أو داخل مؤيدي الشرعية أو المناطق الحاضنة للشرعية، يعني المسألة مرتبطة بفكرة البحث عن العدالة، بفكرة معالجة الأخطاء، لكن ليست مبنية على أساس عصبوي يعني متجذر في وعي الناس. يعني هناك محاولات شاذة تحاول أن تخرب بشكل أو بآخر الوعي الوطني الجامع لكل اليمنيين، لكن مع الوقت أنا أعتقد أنه بالإمكان معالجتها. المشكلة الآن أنه البنية الأيديولوجية للحركة الحوثية لا يمكن معالجة هذا يعني معالجة خطابها إلا من خلال تجريم الحركة كميليشيا وككهنوت سياسي، لأنه طبيعة الكهنوت السياسي يقوم على أساس أن الكل أغيار، وبالتالي إدارة الحروب ضدهم لا تقوم من أجل حتى فكرة تأسيس دولة ولا حكم، بل من أجل التسيد وفرض طغيان، وبالتالي إلغاء شخصية كل من يرفضهم. لذلك ستجدين أن هناك نزعة تخوينية وتفكيرية ورفض لكل من يرفض خطابهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، أبدأ معك يعني من حيث ختم الأستاذ نجيب في مسألة بروز بعض الخطابات اللاوطنية، يعني بدأت تظهر مقابل الحوثي وتحولت أيضا إلى منحى طائفي، هل يمكن أن تتلاشى وخصوصا ببروز خطاب جمهوري سياسي يجمع كل هذه الخطابات المنبثقة أو التي انحرف مسارها؟ ولا خوف من نزوع هذا الخطاب، لأنه يعني مثل ما تحدثنا هناك يعني نوع من الآلام العنيفة التي تعرض لها الجسد اليمني، ولا شك أن الألم وصل إلى كل بيت، إلى داخل كل بيت يمني، وبالتالي حينما تحصل هناك الآلام لا يوجد قلق. القلق هو من عدم الحسم المعركة مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة الكهنوتية التي تحاول العودة بنا إلى ما قبل 62. عدم الحسم لا شك أنه سيصل بالمجتمع اليمني إلى تشظي لا يمكن أن نتخيله حينما يحصل التقسيم المناطقي والجغرافي والشرخ داخل الهوية اليمنية العميقة، حينما يتم الآن محاولة العبث بالمناهج اليمنية داخل وزارة التربية والتعليم، ونحن نتحدث عن الهيئة العامة للمطابع، نتحدث عن المؤسسة التعليمية الموجودة أساسا في العاصمة صنعاء. هذا هو الذي سيولد ردة فعل عنيفة، خصوصا حينما نتحدث عن المناهج التي توحد عليه
اليمنيون منذ عام 1990 حتى اليوم، وساهمت بشكل رئيسي في بناء هوية يمنية متساوية ومتقاربة في مختلف مختلف المناطق، ولم يكن هناك انقسام عرقي ولا مناطقي ولا هناك انقسام هويتي نظرا لوجود تعليم طبيعي، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة التعليم الديني وكذلك التاريخ وكذلك التربية الوطنية. هذه لا شك أنها ساهمت في الحفاظ على وجود خطاب معتدل وخطاب متساوي وخطاب يقوم على فكرة الأرض والإنسان وفكرة الجمهورية التي نضل عليها اليمنيين. وبالتالي أعتقد أن الجانب العملي في هذا الموضوع هو التوجه نحو الحسم لاستعادة المناطق التي تحاول هذه العصابة فرض خطابها بالقوة، وتوليد مناخ يواجه ويصادم الذاتية اليمنية من خلال الزرع المناطقية وزرع الطائفية بالقوة على المجتمعات التي تحتضن أو تعيش فيها هذه الجماعة بقوة السلاح، خصوصا في مناطق شمال الشمال، وهذا خطير جدا على المستوى البعيد، لأن هناك أيضا مسارعة من قبل هذه الجماعة في تعليم أكبر قدر وأكبر يعني عدد من الأطفال ومن أصحاب الله. نستكمل حوارنا أستاذ نجيب، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومرحبا بك مرة أخرى أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، لو تحدثنا عن عودة مضامين الخطاب الإمامي بتكفير الخصوم، خصوصا يعني بالحملة الأخيرة التي تم الحديث عنها والتي كانت بعنوان أشد على الكفار. لا شك أن هذا خطاب يعني هم يحاولون فرض كل أدلوجتهم بالقوة وبتخوين وتخويف الآخرين بشكل همجي، واستخدام الدين بشكل رئيسي في هذا الموضوع هو أيضا شيء خطير. وبالتالي هناك يعني واجب كبير على علماء الدين وعلى المثقفين وعلى النخب بفصل المسألة المتعلقة بهذا الموضوع، وهو عودة الكهنوت الديني. لا يمكن أن يقبل اليمنيين بعودة الكهنوت الديني تحت أي مسمى وتحت أي عبارة وتحت أي تكوين مهما كانت صفته ومهما كانت عبارته، ولأن اليمني لديهم إرث تاريخي عميق سيء في هذا الموضوع، كما حاولت يعني هذه الأسر تعميقه وجرح مشاعر اليمنيين في مختلف المناطق. وبالتالي وجدنا كيف أن رواية الرهينة للأستاذ زيد مطيع الدماغي رحمه الله، هذه الرواية العظيمة الخالدة التي ينبغي على كل يمني أن يقرأها صباحا ومساء حتى يتذكر كيف كان هذا الخطاب المناطقي والطائفي الذي حاول تكريسه داخل المجتمع، كيف ثار اليمنيون عليه، ولا زلنا في نفس الطريق. وبالتالي يعني هل ما يزال الموروث الإمامي هو المؤثر رقم واحد في ذهنية هذه الجماعة؟ بالتأكيد، ولكن نحن لدينا مشكلة في الوعي الشعبي، وأنا أتكلم عن الوعي الجمهوري الذي للأسف الشديد نسي كثيرا أو تجاهل كثيرا من الأدبيات الوطنية التي صدرت بعد ثورة 26 سبتمبر وبعد أيضا ثورة أكتوبر في الجنوب. هذه الأدبيات المتعلقة بإعادة تكوين الهوية والفكر الوطني القائم على مبدأ السيادة للشعب، والشعب وحده هو الأساس، وهذا ما تكلمت فيه رسالة القاضي أبو الحرام محمد الزبيري، وهو الشعب. مسألة الشعب هو الأساس في خطابنا مع كل اليمنيين، العودة للشعب والحكم للشعب، والشعب هو القوة الأساسية وهو من يحكم وينبغي عليه أن يحكم. هذا الخطاب هو الذي سيجعلنا نصل إلى عموم الشعب اليمني حتى نتأكد من أن لا يمكن العصابة والطائفة وكذلك لمجموعة ناس أن يحكموا هذا الشعب، أقلية تحكم أغلبية، يستحيل لهذا الخطاب أن يمضي. ولذلك علينا أن نكرس الأدبيات الوطنية العميقة، ده يعني أدبيات الزبيري، أدبيات المقالح، أدبيات الأستاذ زيد مطيع دماي، أدبيات محمد عبد الولي، هذه الأدبيات الجامعة والشاملة والكاملة التي استطاعت أن تلم شمل اليمنيين وأن تعبر عن خطابهم. نحن بحاجة إلى إعادة ضخه من جديد وإلى نشره، وخصوصا بين جيل 2011. نعم، إذا لم تتبنى الأحزاب السياسية هذا الخطاب وتقوم بزرعه، خاصة وأنهم يعني وجودها مستمد من الجمهورية؟ للأسف الشديد هذه واحدة من المشاكل العميقة التي اكتشفناها، وهو أن الأحزاب للأسف اخترقت اختراقا عميقا
وكبيرا، وانا اتكلم عن الاحزاب الكبيره والاساسيه، وانا اتكلم عن حزب الاصلاح، هذا الحزب الوطني الكبير الذي حصل له اختراق فكري غير عادي. هذا الاختراق تمثل في حجب كل الادبيات الوطنيه والاجتماعيه والاساسيه والشعبيه التي قامت عليها ثوره 26 سبتمبر. اتكلم عن ادبيات الزبيري، ادبيات المقالح، ادبيات البردوني، ادبيات الشخصيات الجامعة التي كان لها، ادبيات الدكتور محمد بافقي في محافظه الجنوب، محمد علي لقمان، الاستاذ احمد محمد نعمان، وكذلك ابنه محمد احمد نعمان. كل هذه الشخصيات الوطنيه بالادبيات التي انتجتها هي مثلت خلاصه ما توصل اليه اليمنيين، وكذلك يعني تجد فيه كل ما يتعلق بمشاكل، وخصوصا فيما يتعلق بمساله الهويه الوطنيه وكيف يمكن معالجته. هذه للاسف الشديد الادبيات تم تغييبها بشكل كامل. يعني القاضي اسماعيل الاكوع واخوه القاضي محمد علي الاكوع رحمه الله عليهما، يعني هذان العلمان يعني من يتذكرهما يعني قل قليلا من الناس، ورثوا من الادب ومن التراث الخالد الانساني الكبير الذي لا يمكن تجاهله. لدينا كتاب فقط، كتاب هجر العلم ومعاقله في اليمن، هذا الكتاب الخالد الكبير الذي وثق لتاريخ اليمن خلال القرن العشرين، ولكن ابحثي عن من يقرا ويتابع هذه الادبيه لا تجدين. الاحزاب لم تتبنى هذا الخطاب الوطني يعني القائم على اصول المجتمع اليمني العميق يعني، ولكن استاذ نجيب دعنا نشرك في حوارنا الكاتب والصحفي فهد سلطان عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير استاذ فهد. مساء الخير والعافيه لك استاذ اسيا وللمشاهدين الكرام. اهلا بك معنا. برايك استاذ فهد، كيف يمكن ان يتحول الخطاب الوطني الى مشروع فكري عقلاني يحصن المجتمع؟ اعتقد هذا هو سؤال اللحظه، وان كان قد تاخر كثيرا، وكان الاولى ان يتم العمل في هذا المجال باكرا، وان كانت هنالك بعض الاصوات الا انها لم تكن كافيه في حقيقه الامر. يعني تغليب الخطاب الوطني هو الذي نحتاجه في هذه اللحظه، خاصة وما جماعة الحوثيين ومن يقف خلفها تدفع نحو الخطاب الطائفي. الخطاب الطائفي هو بقدر ما هو يخيف كونها أقلية داخل المجتمع، إلا أنه في حقيقة الأمر يعطي لها زخما أمام المجتمع الدولي، وهو ما تفطنت له إيران وتعمل عليه منذ زمن، وخاصة في المجتمعات التي تتبعها أو على مستوى الوطن العربي ومنها جماعة الحوثيين. الخطاب الوطني هو ما يجب أن يتعزز في هذه اللحظة، ومع الأسف الشديد هنالك بعض القوى داخل الثورة لم تستوعب، داخل الثورة وداخل المقاومة وداخل الشرعية لم تستوعب هذا الخطاب حتى اللحظة. منها على سبيل المثال يعني بعض القوى السلفية داخل الشرعية، والتي لا زالت لا اقول المنخرطه ضمن يعني بشكل مباشر، ولكن على الاقل الداعمه للشرعيه، والتي لا زالت تعتمد على الخطاب الديني او الخطاب الديني الذي في الاول والاخير يصب في الخطاب الطائفي. نحتاج في هذه اللحظه الى تعزيز الخطاب الوطني، الى تعزيز هذا الخطاب الوطني، لان الخلاف مع جماعه الحوثيين ليس خلافا دينيا ولا عقائديا ولا طائفيا، انما هو خلافا سياسيا. لاجل اليمن نحتاج ان نعزز الخطاب الوطني، لاجل اليمن ينبغي ان يختفي، وخاصه في اوقات الحرب، الخطابات الدينيه او الخطابات الطائفيه او اللغه الطائفيه في هذا المقام بالذات. نعم استاذ فهد، يعني حاول الانقلاب توجيه طبيعه الصراع من خلال يعني توجيهه بين الدوله والميليشيا، الصراع مختلف تحت لافته مختلفه، برايك هل فشل الانقلاب في ذلك؟ لم افهم السؤال. يعني استاذ، كانت الفكره انهم يعني يريدون ان يقولوا انه صراع بين للحفاظ على الدوله ضد العدوان وما الى ذلك، ولكن في حقيقه الامر هناك صراع اخر تحت لافته مختلفه، وهي صراع هويه وصراع ايديولوجيات مختلفه ظهرت ونلاحظها ايضا بقناعه كثير من الذين تجندوا انه لاجل السيد ولاجل مفاهيم مختلفه تماما. هل يعني استطاع ان يؤدلج من معه بهذا الشكل؟ طبعا يجب ان نعترف بان جماعه الحوثيين، وهذا ما يقوله التاريخ وهذا ما تمارسه كثير من الوقائع وكثير من الاحداث، وحتى قراءه خطابها
السياسي وقراءات خطابها العسكري والديني، نجد أن هذه الجماعة تشعر أن الخطاب الوطني يضرها، أن المشروع الوطني لا يساعدها في أن تمارس ما تقوم به أو أن تضعه. يعني على الأقل منذ عام 2012 وهي عندما طرحت رؤية ثقافية والتي كانت خطاب مناقض للمشروع الوطني بصورة مباشرة، ورغم أن هنالك أصوات وعدد من الكتاب وعدد من المفكرين حذروا من تلك الخطوة إلا أن بقية الشارع اليمني أو بقية النخب لم تلتفت إلى الخطورة. ومع ذلك جاء في عام 2014 في سبتمبر المشؤوم، يعني في 21 سبتمبر المشؤوم، دفعنا ثمن ذلك الخطاب الذي بدأ مبكرا ولم ننتبه له حتى الآن. جماعة الحوثيين هي تعتمد على الخطاب العصبوي، على الخطاب الديني، على الخطاب الطائفي. نعم، عند هذه النقطة أستاذ سعد، يعني وهي استطاعت أيضا أن تتهم الآخر بالنقيض بأنه يعني بأنهم دواعش وبأنهم كفار، وحولت الصراع، يعني هو يفترض هو بطبيعة الحال صراع دولة ضد ميليشيا، ولكنها الآن يعني تتحدث عن حرب بين المسلمين والكفار كأنه. هي جماعة الحوثيين هي تحاول أن كما قلت لك هي لا تريد خطابا وطنيا ولا تريد أي خطاب بهذا الجانب. هي الآن على يعني في الأسبوع الأخير قدمت خطابا تكفيريا واضحا عندما تقول في مواجهة الكفار وفي مواجهة وقبل ذلك في مواجهة المنافقين، هي تقدم خطابا طائفيا دينيا عصبويا بحتا يناقض مشروع الدولة ويقف على النقيض منها تماما. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فهد سلطان الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، نفس النقطة أطرحها عليك، يعني كيف يمكن أن نحول الخطاب الجمهوري الوطني إلى مشروع فكري عقلاني يحصن المجتمع؟ إلى نشر الأدبية الوطنية العميقة مهم جدا. يعني خلال هذه الفترة للأسف الشديد نحن عندما نواجه هذه العصابة، هذه العصابة تقوم على رؤية ثقافية متخلفة وكهنوتية عميقة، ولكنها تغرق وتحاول إغراق المجتمع باللافتات وبالمنشورات وبالملازم وبالكتب وبالخطابات وبالفيديو وعبر مختلف أدواتها الإعلامية التي أنشأتها، وتحاول إغراق المجتمع بشكل رئيسي. لكن في المقابل الطرف الجمهوري وهو الأغلب والأهم يحتاج بشكل رئيسي إلى العودة لتراثه الوطني والشعبي، وهو أيضا متوفر على الإنترنت ومتوفر في كل المناطق. ونحتاج ايضا من القوى الكبيره والفاعله في المجتمع، خصوصا الاحزاب السياسيه وايضا الجماعات التي تساند وتقف الى جانب الشرعيه. هذه مهم جدا ان تقوم بنشر وبث الخطاب الوطني المستند الى تراث المجتمع الاصيل، وهو تراث وطني يعني يتناسخ مع الهويه ومع الذات ومع الدين ومع الوطن، ويحافظ على يعني المشاعر القومية الوطنية والأساسية. مهم جدا أن نشتغل في موضوع الفكر والثقافة، وأن نحاول استعادة يعني كل ما تم طمسه خلال الفترة الماضية، الأغاني الوطنية والأغاني الشعبية والأغاني الجامعة وكذلك الأمثال الشعبية، وكذلك يعني الرواية العميقة والأساسية. نتكلم عن الرهينة، عن مأساة واقع الواقع، عن الشعر الذي تبناه يعني معظم شعراء الجمهورية وما أكثرهم من البردوني والمقالح والشرفي. نعم. وهؤلاء كلهم نحتاج أيضا إلى استعادة هذا الخطاب وإلى نشره وبثه، يعني كل واحد في موقعه، وخصوصا جيل 2011 الذي استطاع أن يتعامل مع وسائل الإعلام بشكل جيد. على عاتقه أيضا نشر المفاهيم المتعلقة بالذات اليمنية، وهذا أعتقد أنه أصبح يعني يسيرا وبسيطا، وكل فرد يمني يعني سواء كان في الداخل او في الخارج يتحتم عليه ان يقوم باعاده وبث نشر هذه الافكار الجمهوريه والوطنيه حتى تصل الى اكبر قدر، وحتى نستطيع يعني مواجهه هذا الفكر المتخلف بالفكر الوطني القائم على لم الشمل المعتمد على الارض والانسان والحكم للشعب، والشعب وحده فقط هو من يحكم وسيحكم. ولا شك ان قوة السلاح يعني ستساند قوة الشعب حتى يستعيد الخطاب الوطني ولو بعد حين. نعم، إذن هل تماسك الخطاب الوطني في جبهة الشرعية وتبني فكرة الدولة الجمهورية في مقاومة الانقلاب كان له أثر في مقاومة هذا الخطاب الانقسامي؟ لا شك، وبالتالي علينا أيضا الترويج لموضوع مهم جدا، وهو مسألة كيف نحافظ على الهوية اليمنية من خلال الدولة الاتحادية القائمة على الشراكة والتبادل والقائمة على تبادل المنافع والتكامل الاقتصادي وتكامل المنافع
فيما بين الاقاليم، لان هذه نقطه مهمه تحاول عصابه الحوثي والاسر الهاشميه العميقه داخل الدوله اليمنيه، وكذلك من جماعه المخلوع علي صالح تعميقها داخل المجتمع خصوصا في شمال الشمال، وتخويف مجتمعات شمال الشمال من مساله النزعه المركزيه، ومن مساله ذهاب السلطه والثروه، ومن مساله نزع السياده، وهذا الذي يساعدهم في مساله التحشيد ويستندون عليه بشكل رئيسي في التخوين وفي النشر وبث المناطقيه والبغيضه والكريهه في هذه المناطق. وبالتالي علينا ايضا ان نساهم في التعريف بموضوع مدى اهميه الحفاظ على الهويه اليمنيه والقوميه من خلال بهذه الهويه اليمنيه. استاذ نجيب، هل لعبت سمات الشخصيه اليمنيه دورا بارزا في هذا الامر، باعتبار ان الشخصيه اليمنيه مرتبطه بالارض والجغرافيا والعمل والهويه اكثر من ارتباطها باي شيء اخر؟ بلا شك، ولذلك اليمني سريعا ما يستعيد العافيه حينما يجد الدوله وحينما يجد المسؤولين القائمين على الحكومه الشرعيه يتبنون هذا الخطاب ويقفون الى جانبه ويتحدثون معه باللغه البسيطه واللغه التي يفهمها، وهي لغه العمل ولغه الابتعاد عن هذه المصطلحات وعن هذه الافكار الهدامه والمتخلفه اصلا. وبالتالي شخصيه الانسان اليمني هو اصلا لا يغرق في تفاصيل الفكر والثقافه والجانب الديني التي تحاول هذه الجماعه تكريسه، لانها اصلا قائمه على مساله الفكر التسطيري والفكر المناطقي والفكر المتصدع الذي لا يصمد امام الانسان اليمني الذي يقوم اصلا في الاساس على فكره العمل وارتباطه بالارض وارتباطه بتاريخه وبامجاده وارتباطه ايضا بكل ما يتعلق بالتعايش مع الاخرين ايا كان. ونحن نشاهد يعني إذن هل تجاوز اليمنيون هذا الفخ استاذ نجيب فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعلق بالهويه الوطنيه الجامعه برايك في دقيقه ان سمحت؟ لا، انا اعتقد ان المخاطر لا زالت قويه وفعلا ما لم تحسم المعارك وما لم يتم تاديب هذه العصابه التي تعدت وجرحت مشاعر القومية اليمنية حينما استعادت لنا الخطاب الفارسي والخطاب العابر والخطاب الوافد البعيد كل البعد عن الهوية والذاتية اليمنية. لا شك أننا لازلنا في خطر شديد، ولا بد علينا أن نقوم بكل سبل ومهما كانت التضحيات ينبغي علينا أن نحافظ على الأجيال القادمة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب اليافعي الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.